النهاردة بقى علامة مسجلة في أدوار الأكشن. بسرعة الصاروخ بقى نجم من نجوم الوطن العربي، وكاريزمته ساعدته يوصل لقلوب الناس في وقت قياسي. طول الوقت بيشتغل على نفسه وعلى أدواره، وبيحاول يثبت الكل إنه قد النجومية اللي وصل لها وأكبر كمان. ضيف الفنان أحمد العوض. يا عوض، أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ منورني. اتفضل. أخيراً يا عوضي. أهو. منورني طبعاً. والله ده أنا مبسوط إن أنا معاك النهاردة، وعايز أقولك بجد أنت في وقت قصير قدرتي تعملي براند اسمه حبر سري، فأنا بحييك عليه والله بجد، وعلى مجهودك الجامد في البرنامج الجامد ده، وأنا اللي مبسوط النهاردة إن أنا معاكي. ربنا يخليك يا أحمد، والله أنت منورني وأنا مبسوطة بالشهادة الحلوة دي. الله يخليك، الله يخليك. جاهز كده وقلبك جامد؟ جاهز. يلا يا كوماندا. يلا بينا. يلا بينا. وأول فقرة معانا يا صابت يا خابت. يا صابت يا خابت. في الفقرة دي هتلف عقرب الساعة 5 مرات. خد بالك ان انا معايا 4 أسئلة الغام، 3 6 9 12. اول لف، يلا الغام على طول بقى يا كوماندا. اكتر اسم فيهم قريب لقلبك مين؟ فلت. اكتر لك الخديوي. خديوي اشمعنى؟ انا بحب الخديوي. تحب الخديوي؟ طريقه كلامه شبهي، فبحسه قريب، بس بحب الكوماندا جدا، وأحب بروسلي لا أي دور أنا عملته أنا بحبه، بس هو الخديوي قريب لقلبي شوية. سؤال رقم 10، دلوقتي أنت بقيت ما شاء الله الله أكبر نجم، لو بكرة نزل لك فيلم لوحدك وياسمين فيلم لوحدها، مين هيعمل أكبر إيرادات؟ ياسمين. عشان مراتك ولا بحكم إيه؟ أنا بقى عايز ياسمين تعمل إيرادات أعلى مني وأعلى من أي حد. دي أمنية. ولا وتعمله، المشكلة ياسمين عبد العزيز. أنا الإجابة حبيتها قوي بصراحة. أه والله. بس بحكم السوق مين ممكن يعمل إيرادات أعلى؟ بس ياسمين بتعمل كوميدي في السينما وأنا هعمل أكشن، ما أعرفش، بس أنا بقولك لا قسما بالله أنا يعني ياسمين تعمل إيرادات قدي 40 مرة أنا هبقى مبسوط لها يعني. ربنا يخليكوا لبعض. أه والله. اللفة اللي بعدها، يعني عجبني قوي ردك الواثق في نفسه كده برضه شوف أنا شنيتي سالكة، خلي بالك. شفت إيه الناس سالكة كده؟ سالكة. السؤال رقم 11 بيقول ايه سبب تأخير عرض فيلم البولدوزر لحد دلوقتي؟ البولدوزر فيلم انا ماضي ومتفق عليه من 2000 ولما اعلنت عنه في 2022. بعد كده انا دخلت، كان طارق العريان دخل يصور معاوية وانا دخلت اصور ضرب نار، فاتفقنا ان احنا نأجل الفيلم ما بعد ذلك. بعد كده فرق اللي حصل في العملة والفيلم كله هيتصور في لاس فيجاس، فاضطرنا نأجله تاني. فهو داخل بيحضر فيلم لعب عيال وأنا دخلت أصور الإسكندراني، لكن الفيلم مكتوب وجاهز يعني. في ناس في الوسط وفي الميديا قعدوا يقولوا إنهم أخروا الفيلم عشان خايفين من المنافسين اللي قصادهم، دي حقيقة؟ هو كان في منافسين ساعتها؟ هو الفيلم اتصور ونزل كان في منافسين؟ مفيش حاجة، ما كانوش مضمون، ما كناش مضمونه صح؟ بس وبعدين هو بلدوزر حالة فريدة من نوعها، ده بطل ام ام ايه، فما اعتقدش ان في حد في المنافسين هيكون بيلعب ام ام ايه بيعمل فيلم يعني بنفس الطريقه يعني، فهو حاله فريده يعني الفيلم. هو في نجم اعلن ان هو هيعمل نفس الفكره. طب ايه المشكله؟ ما نعمل احنا الاثنين، نعمل احنا الاربعه نفس الفكره، نعمل احنا الخمسه نفس الفكره، بس هي مش حرب. مين النجم اللي ممكن تقلق منه لو نزل قصادك؟ بصي انا ما بقلقش من حد، انا بعمل شغلي وبجتهد فيه، وان شاء الله كلنا يا رب ننجح مع بعض. انا ليا وجهه نظر في الحياه شويه، انا عايز اوصل للنقطه دي، انا ده هدفي ان انا اوصل للنقطه دي، ان شاء الله كلنا نوصل لنفس النقطه. مش انا وصلت، ما عنديش انا اوصل قبل فلان او هو يوصل اللي يجي يوصل قبلي، كلنا نعمل افلام وكلنا نعمل مسلسلات وكلنا ننجح، المهم ان انا في الاخر اطلع من السيزون ناجح، ده اللي يهمني، ان شاء الله كله ينجح معايا، ايه اللي زعلني يعني، وانا لازم انجح لوحدي يا ساده. بس فعلا اللفه اللي بعدها، انا جاهز لاي سؤال، خلي بالك. اهو اول بوكس رقم 3. رقم 3، المبررات اللي ممكن تخلي راجل يعرف واحده تانيه على مراته في رايك صح؟ مش هرجع البتاع ولا جو وانا ماسك الحاجه؟ لا عادي براحتك. ماشي.
المبررات. عايز تفكر في اجابه شويه في ثانيتين. وصيغه السؤال بس مش صح في حاجه، لان انا عشان اقول ايه المبررات اللي تخلي راجل يعرف على مراته او يخون واحده، يبقى انا هنا افترضت ان ده موضوع قائم، يعني هو وارد يحصل. هو بيحصل في الدنيا كتير. بس هو السؤال كده بالنسبه لي انا، الصح بتاعه هو ينفع ولا ما ينفعش؟ هو لك ما ينفعش، لكن مبررات يبقى انا افترضت ان في حاله موجوده، فيبقى انا عندي مبرر اقول بيه. لا، مفيش مبرر يخلي راجل يعرف على مراته واحده، لان انت لو مش مبسوط طلق. بس هو الراجل ايه بيملك ايه غير هيبته؟ والست تملك ايه غير احترامها؟ هو ده اللي بيميز الراجل عن راجل او الست عن ست، صح؟ صح. طب انا النهارده مش مبسوط، او فلان مش مبسوط، مش احمد يعني، الراجل ده مش مبسوط، يطلق، محدش يقول له حاجه، لكن ما يخونش. في ناس تقول لك عشان بس الولاد وعشان خاطر خلاص كل عيش. كل عيش، فاهم يعني خلاص، ما هو ما دام في انت مش انت تحب ولادك، خلاص عيش لولادك بقى. طب انت عايز، ما فيش حد في الدنيا بياخد كل حاجه. في ستات دلوقتي بقت بتقول كل الرجاله خاينين. طب لا، بص بص، اصل انا مش هنا عشان اقعد اغلط في نوعي كراجل. في رجاله بتخون وفي ستات بتخون. انت النهارده لو في 20 مليون راجل خان، تمام، هما بيخونوا مع نفس الست؟ لا، بيخونوا مع 20 مليون ست. بس ممكن تكون الستات دي مش مرتبطه، وممكن تكون مرتبطه. يعني ايه 20 يعني؟ مفيش حاجه. بس بناخدها على ربنا طبعا، بس حاجه ربنا لما حرم السرقه او حرم القتل او حرمه للراجل وحرمه للست، ممكن الست تقتل، صح؟ لا، حرموا الاثنين طبعا. ليه؟ لان احنا بني ادمين، البني ادم بيغلط سواء راجل او ست. الغلط ما ينفعش ان انا احجره على راجل، ما ينفعش احجره على ست، انت قصدي ايه؟ فانا شايف ان الخيانه كمبدا مش صح، يعني مش صح، يعني انت مع ان لو في راجل عايز يتجوز على مراته يروح يقول لها انا قررت اتجوز، ولا يتجوز في السنه بعيد عنها؟ ولو رفضت خلاص عندك حل من الاثنين بقى، يا خلاص هتكمل معاها، يا اما تطلقها وتروح تتجوز الثانيه، لكن الاثنين على بعض ده مش صح. مش يعني لو هي وافقت تمام، طب افرض دايما ما وافقتش، ده حقها. تتجوز في السرقه يبقى مش راجل. ده بالظبط، لان انت خفت، صح؟ صح. ما هو اللي بيخون خاف فخان، صحيح؟ فانا هنا مش انت كده تفقد احترامك قدام دي وقدام دي، يعني لا الثانيه هتحترمك ولا الاولى. انت بتكذب هنا وبتكذب هنا. بالظبط. طب انت ايه الانبساط في الموضوع؟ انت مش مبسوط في حياتك، خلاص سيب حياتك دي واختار حياه جديده انت عايز تعيش فيها، لكن مفيش مبرر يخلي حد يخون. ده دي وجهه نظر، يعني وجهة نظر منطقية جدا. بس اللفة اللي بعدها، سؤال رقم 4. ماشي. ليه عمرنا ما شفناك في فرح، في عزا، في أي تجمعات تخص الوسط الفني؟ أنت مالكش أصحاب فيه؟ لا، ليه يا بس أنا ما. أنا أروح عزا، أنا رحت عزا مثلا الفنان الكبير أستاذ محمود ياسين، لان عمرو صاحبي، يعني عمرو ياسين صاحبي. رحت عزا والده استاذ محمود مملوك لانه صاحبي. هنا لازم يبقى صاحبي عشان اروح، لكن انا لو الشخص اللي مات له حد انا ما يربطنيش بيه علاقه، يعني زميلك في الوسط مثلا. انا كده رايح بقى عشان اتصور، صح؟ ملاش معنى. تاخدها بالمنطق ده طبعا. أنا ولا بتعمل واجب؟ انا ما اعرفش الشخص. مين اقرب حد ليك في الوسط؟ لا، كلهم زمايلي، كلهم انا زمايلي، لكن كلهم أصدقاء. كلهم زمايلي وكلهم على نفس ال مفيش حد مثلا بتخرج معاه بتسهر معاه؟ لا، كلهم على نفس القدر من الاحترام بالنسبه لي، يعني انا لكن بحترم. مش قريبين منك قوي لو كاصحاب؟ لا لا، يعني مثلا مفيش مخرجين منتجين؟ لا، في يعني في عندك مثلا بيتر ميمي صاحبي جدا، احمد خالد موسى صاحبي جدا، محمد امين نوادي صاحبي جدا، حسام شوقي اخويا، تامر مرسي اخويا، طارق الجنايني صاحبي جدا، في ناس كتير صحابي جدا في الشغلانه، لكن الممثلين كلهم زمايلي، يعني كلهم زمايلي. ليه مالكش اصحاب فيهم قوي؟ لا، مش مقصوده. جت كده؟ لا، مش مقصوده. مركز اكتر في حياتك، مش فارق معاك يكون عندك اصحاب كتير؟ عندي اصحاب كتير بره الشغلانه، دول اللي انا كبرت بيه، يعني كبرنا مع بعض، يعني اصحابي من زمان هم اصحابي النهارده في 2023. ما تغيروش ومش هيتغيروا، احنا كبرنا مع بعض، شفنا مع بعض، يعني مشينا مشوار مع بعض، سواء في شغله او في شغلي او في التطور اللي حصل له في شغله ايا كان هو ايه، التطور اللي حصل لي في شغلي ايا كان هو ايه. فدول صحابي اللي انا يعني، ما دول انا بتكلم معاهم براحتي يعني.
امتى كنت وانت صغير قاعد مع نفسك وعمال تقول لا انا هبقى نجم، لا انا عايز اكون نجم؟ كنت بتحلم بكده وانت صغير ولا كنت عايز شغلانه تانية؟ وانا في ابتدائي كنت اول مشهد عملته في المدرسه كان مشهد من مسلسل الفرسان للاستاذ احمد عبد العزيز، اخراج العظيم استاذ حسام الدين مصطفى. المشهد قتل بيبرس لقطز، فكنت بحب المشهد ده، علق في دماغك جدا، فكنت دايما بعمله، فعمله في المدرسه في الاذاعه. كنت في خمسه ابتدائي، فكنت اعمله قدام عيلتي. من هنا ابتديت ان انا عايز امثل. امتى حسيت ان هو انا في خطوه قريب قوي من النجوميه؟ بعد اصل الحياه بتبقى يعني سريعه. ممكن اقول لك بعد الميزان مثلا. الميزان؟ بعد الميزان حسيت ان انت خلاص فعلا في التراك الصح. لا يعني انا جاي. استنوني انا جاي. بعد نصيبي واسمتك ابتدى الموضوع يتاكد لي شويه. بعد بروسلي ابتدى الموضوع يكبر. اختيار خلاص بالنسبه لي. خلاص بقى انت دلوقتي ما شاء الله. بس انت قعدت في البيت بعد مسلسل الدالي 5 سنين، ما جالكش احساس ان حلمك في التمثيل بينتهي؟ دي مشكل بيقع فيها ناس كتير، ان انت عندك هدف فعاوز توصل له، فبيحصل ان الحياه او الظروف اللي حواليك ممكن تعطلك سنه. في كتير من الناس بيرمي ده على البيئه المحيطه، على الظروف. يستسهل، يقول لك ده فلان بيحاربني، فلان موقف لي شغلي، فلان بيقطع رزقي، فلان مش عاوزني. ده بيدمر، لان انت عقلك عقل واحد، انت ما عندكش 4 عقول، عندك عقل واحد، انت بتوجهه فين؟ لو انا وجهته في التفكير السلبي ان انا طول الوقت بتحارب، اذا انا اقنعت نفسي ان انا ضعيف، خلاص عمري ما ابقى قوي. لكن لو انا اقنعت نفسي ان هو اكيد انا ناقصني حاجه عشان ابقى اوصل للحته دي، هفضل اشتغل على نفسي واطور من نفسي لحد ما اوصل للي انا عايزه. فانا كان بالنسبه لي ال5 سنين دول اكيد ناقصني حاجه، اكيد انا ما ينفعش ابقى نجم دلوقتي، اكيد انا صغير، اكيد انا اي حاجه في الدنيا ما بعرفش امثل. وقتك لسه ما جاش. وقتي لسه ما جاش زي ما استاذ نور الشريف قال لي. فانا طب انا هشتغل ازاي في الخمس؟ هفضل قاعد بعيط؟ هفضل قاعد اتنزل عن حلمي؟ ولو كان ان ال5 سنين طالوا كنت هتنزل عن الموضوع. ممكن تتنازل مهما تكون طول المده؟ طبعا. ليه؟ امال ايه؟ اضيع عمري؟ عافر وحاول. ممكن تبقى انت تجري ورا السراب وانت مش واخد بالك. ايه البديل؟ كان وارد. لا كنت ان شاء الله اي شغلانه. اي شغلانه. بس عمرك اشتغلت حاجه غير الفن؟ انا ما لحقتش. في الخمس يعني سنين دول ما اشتغلتش اي حاجه؟ يعني انا اتخرجت رحت بعد كده مثلت على طول. بعد كده انا كان معايا عربيه فاجرتها. من الايجار ده كنت انا بعيش. يعني عربيتي اجرتها. اصعب شغلانه اشتغلتها؟ اشتغلت نادي فيديو زمان. كنت ببيع شرايط فيديو. تعبت يا عوضي في حياتك؟ ما 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 يعني ما جوعتش عشان ما ادعيش حاجه مش موجوده، انا ما بحبش دور الضحيه. خلي لا بس تعبت، عفرت عشان توصل. تعبت عشان اوصل للي انا عايزه في شغلانتي. يعني مش مولود في بقك معلقه ده؟ لا انا مولود في منطقه. والولد الفافي اللي مامي بتجيب له وبابا بيجيب له الحاجات دي. مفيش، ما كنت بس مولود في منطقه شعبيه يعني، والدنيا كانت على القد يعني. لكن انا ما تعبتش. احسن رجال. ما تعبتش في حياتي، لان انا ما ينفعش اقول عشان منطقه شعبيه فانا كنت بنام من غير اكل، مفيش الكلام ده. وما احبش اقول الكلام ده. الحمد لله رب العالمين. لو انت بتاكل وتشرب وتنام، انت عايز ايه اكتر من كده يعني؟ نعم من عند ربنا. والله عايز ايه اكتر من كده يعني؟ اخر لفه. ده رقم كام؟ تالت بوكس، السؤال رقم 9. بتتضايق من اي نقد على السوشيال ميديا؟ خالص. مفيش اي نقد بيضايقك؟ بتشوف اصلا النقد ده؟ بشوف، بس حق اي حد يقول اي حاجه. يعني لو حد غلط فيك، اتنمر عليك، قال غلط في احمد العوضي، ولا غلط في يعني كراجل، ولا غلط فيك كممثل؟ كممثل، كشخصيه. قال لك كلمتين ما لهمش لازمه، بترد اصلا؟ لا انا ما بردش. الجمهور ليه ان هو يقول اي حاجه؟ اي حاجه. قول اللي انت عايزه، حقه. انا بعرض منتج على التلفزيون، شفته صح؟ لو حد شتمك انت شخصيا؟ شتم احمد العوض؟ ما بردش. ما بتردش؟ يبقى انا مقصر في حق حاجه هو ما بيحبنيش عشانها. فانا اشوف انا بقى الراجل ده ما بيحبنيش ليه؟ مش مثاليه زياده دي؟ عوضي، لا اقسم بالله العظيم يعني مثالية. حد بيتنمر على شكلك؟ انا عشت واحد انا ما اعرفوش. هل دي رجوله؟ لا طبعا. هو يعرفني.
فشتم الشخص انا ما اعرفوش. حتى لو اتنمر على ياسمين؟ لا لو ما ده ايه دخل ياسمين بقى في القصه بتاعت عوض دي؟ لا مفيش حاجه احمر مفيش. لا اصل دي ده ده, ده دي قصه ده اهل بيتي مش ياسمين عبد العزيز فدي فدي اهل بيتي مراتي ما ينفعش بالظبط. فاحنا بنتكلم مع بعض انت عايز تشتمني اشتمني براحتك لان انت في الاخر انا ما اعرفكش انت تعرفني انا ما اعرفكش وانا حقيقي اقسم بالله ما بزعل يعني تمام. ما هو ممكن هو على فكره ما هو حقه ما يحبنيش ما ممكن ما يحبنيش هو الحب بالعافيه هو لازم الناس كلها تحبني بس انا ممكن ابقى عاوز اللي ما يحبنيش يحبني لكن مش هقعد ارد على الناس ده ما ينفعش مش صح يعني خلي بالك. عمر وانت ماشي في الشارع مثلا او كده حد قال لك كلمه ضايقتك تهجم عليه؟ لا ده انا عمري لا ده انا اخواتي بيحبوني جدا في الشارع وانا بعتز بده وربنا ينعم عليا نعمه يعني. النجوميه عملت فيك ايه عوض؟ ولا حاجه. ايدتك؟ مش دايما مش دايما. لا في الحياه وانت ماشي طبعا ايدتني لان انا ممكن ما اعرفش اقعد في مكان براحتي لكن بحب حب الناس ليا لكن ممكن انا ابقى انا مثلا ايه عايز اعمل مثلا حاجه في الشغل عايز اعمل مكالمه تليفون عايز اقعد اكل مش بتضايق من الناس لكن ممكن ابقى انا مثلا عايز اعمل حاجه فما اعرفش اعملها في مكان عام لكن انا مش بتضايق من الناس تماما والله يعني ما بي واحد جاي بيحبك هتقول له تقلب وشك عليه ايا كان انت بتعمل ايه ان شاء الله كنت بتعمل ايه هو الراجل حقه يجي يتصور معاك لان هو بيحبك صح. وبعدين لما تزعل لما يجي حد ما يعبركش طب ما ربنا كان مديك نعمه انت اللي بطرت ما البطران يجيب قطران ولا ايه؟ عجبتني فلسفتك بس في كلمه قلتها دلوقتي قلت النجوميه مش دايما ايوه تقول ايه للنجوم اللي عندهم احساس ان هم خلاص طلعوا فوق العرش مش هينزلوا تاني؟ لا انا ما اقولش للنجوم انا مش قاضي انا مش مهم يعني لا مش موكل الي ان انا انصح حد للبني ادمين عامه مش شرط في الفن في واحد مثلا وصل في شغله لاعلى حاجه وحس ان هو خلاص وبتنك على الناس وتقول النهارده انا راجل رياضي صح؟ الحمد لله ربنا رزقني بصحه الحمد لله ده لما يجيلك شويه برد تعرفش من السرير اكيد شويه برد يعني ما عندناش حاجه انا شويه يعني ما فيش حاجه حصلت شويه برد ما يقومكش من السرير فهو انت هي حقيقه مش دايما والله العظيم احنا كلنا على يعني ماشيين برحمه ربنا مش بالفهلوه ولا بالشطاره ولا باي حاجه وانت ربنا رايد ان انت تبقى كويس في الحته الفلانيه فربنا بيسخر لك ناس ينفذوا ارادته انت مش شاطر وانت مش جامد وانت مش بالفهلاوه ولا حاجه هو ربنا عاوزك في الحته دي فانت لو ادركت الحته دي هتغر على ايه هتغر على ايه انت في ثانيه ممكن تخلص هيبقى لك بقى الكم كلمه حلوه اللي انت قلتها لكام واحد وكم تصرف جدع انت عملته مع كام واحد هو ده اللي هيعيش لك مفيش حد هيجي عليك وقت ما انت تبقى جامد واقف على رجلك انت بقى باصص ان ده يكمل رجلك مش هيلاقي طول العمر هيبقى لك بقى الموقف الحلو اللي انت عملته وجهة نظر تحترم بس يعني وحلوة جدا بصراحة. خلصنا أول فقرة والفقرة كانت لذيذة والألغام خفيفة وبعد الفاصل نكمل حلقتنا ماشي يلا بينا. العوضي بيقبل النقد الفني وإن حد ممكن يعني ناقد من النقاد يطلع يقول لك رأي سلبي في أعمالك. لما عملت مسابقة وأعلنت عن جايزة مالية في ناس قالت ان انت بتعمل ده عشان خاطر الترند. انا عمرك حصل معاك ان انت كنت انت وياسمين مثلا لا قدر الله في اي مشكله بس في حد بقى حاول ياخد المشكله دي صدرها للاعلام؟ الحياه فيها ناس بتستحي وناس وشها مكشوف والفقره دي العوضي وش كسوف. ماشي وش كسوف. من غير كسوف انت دلوقتي بتحضر فيلم الرهان مظبوط وترشح لك مخرج انت رفضته. العصفوره قالت لي ان المخرج ده كان رفضك زمان دي حقيقه؟ هو الكلام صح بس هو المراد بالكلام هو اللي مش صح يعني هو في فيلم اسمه الرهان المنتج رشح لي مخرج يخرج الفيلم وانا ما حبيتش ده مش عشان هو رفضني زمان مع انه رفضني زمان لان انا والله مش جاي انتقم بدليل ان هو ما يعرفش ان الفيلم ان هو كان هيعمل فيلم لو انا أصلاً؟ والله ما يعرف لو انا عندي روح الانتقام كان راح له الفيلم وكان انا قلت لا صح بس هو ما حصلش لان هو مش شبه الفيلم وده يعني هو الفيلم ليه شكل معين
هو مخرج كبير ومخرج عظيم، مخرج اجمل مخرج في الدنيا، لكن هو مش شبه النوعيه دي. زي زمان لما انا رحت له وانا ما كنتش شبه الحاجه اللي هو، انا ما زعلتش، لكن مش السبب ان انا قلت لا، ان هو رفضني زمان. ده فنيا اكتر. بالظبط والله، بقول لك بدليل ان هو ما يعرفش ان الفيلم راح. انا مش مروح الانتقام، ما بتحركنيش. الفيلم اصلا ما شافوش ولا راح. كنا قاعدين وترشح هو في، فانا قلت مش يعني مش حابب التعاون ده يعني. بس لكن مع كامل احترامي ليا. طب ليه الناس اخذتها ان هي تصفيه حسابات؟ وليه الكلام طلع واتنشر اصلا؟ عشان هو احنا كنا شويه كنا كانت الترويزه فيها ناس، فهو الكلام وصل ان هو كده. لكن الناس هو الناس حابه تهدي النفوس بقى. هو عارفني يعني، هو عارف ان انا مش بالشخصيه دي. اي حد في طريقه اتعرض لصعوبات اكيد، اي حد فينا صح. انا عمري ما طلعت البرنامج وحكيت مين حاربني ومين ما حاربنيش ومين الحاجات دي كلها. بس ممكن اقول لك مين ساعدني، ممكن اقول لك 1000 واحد ساعدني، بس مش هقول لك واحد حاربني. اكتر واحد ساعدك مين؟ ده كتير على حسب يعني استاذ نور الشريف هو الاب الروحي، الله يرحمه، هو 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 اللي طلعني. بعديه في جي بتشوف بناته بتكلمهم بتشوفهم؟ طبعا ساره ومي اخواتي، ساره اخواتي اخواتي يعني، وانا مثلت مع مي في ما تخافوش، وساره صديقتي الصدوقه لحد النهارده يعني. لكن انا بدله بكل الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هو ان انا خلاني موجود في الشغلانه، او ان انا احقق حلمي في الشغلانه. بعديه جي اول حد عملت بيه عملت معاه دور شعبي، هو شاف فيا ان انا لازم اعمل ده، كان محمد امين راضي في السبع وصايا في 2014. فمحمد ليه فضل عليا، استاذ خالد مرعي ليه فضل عليا، استاذ طارق الجناني ليه فضل عليا، استاذ تامر مرسي ليه فضل عليا، استاذ حسام شاوي ليه فضل عليا. اي حد انا اشتغلت معاه انا بشوف ان هو ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، لان محدش بينجح لوحده يعني. اكيد في ناس بتزق معاك عشان انت تنجح. فكل كل الصناع اللي انا اشتغلت معاهم من بدايتي ليهم فضل عليا طبعا. من غير كسوف، لما عملت مسابقه واعلنت عن جايزه ماليه، في ناس قالت ان انت بتعمل ده عشان خاطر الترند، وفي ناس قالت ده بيعمل ده عشان يتعالى على الناس وبيتمنظر بفلوسه. شفت التعليقات دي ازاي وردك عليهم ايه؟ ما شفتش التعليقات دي. انا شفت اخواتي اللي انا بتكلم معاهم دول، مش انا مش الكلام مش رايح ليهم. انا النهارده بتكلم بمنطق. هو ليه الناس بتصدقني يعني؟ ليه بتكلم من قلبك؟ عشان بتكلم من قلبي. ما بدعيش حاجه وما بستحضرش كلام اقوله. انا النهارده طلعت بمنتهى البساطه قلت يا جماعه انتم راضيني بحبكم. اولا النهارده قاعد في حبر سري ليه؟ عشان انت جايباني عشان انا راجل نجم محبوب. تمام، حلو كلام. اللي خلاني نجم محبوب مين؟ انا الناس. الناس تمام. ان انا بعمل مسلسل مين بيشوفه؟ الناس. الناس بينجح صح عشان الناس، بنشتغل كلنا عشان خاطر الناس. عشان الناس ده كلام بقى انش كل الناس بتعرف تقول، بس هو فعليا انت ولا حاجه من غير الناس. انت النهارده لو انا مشيت في الشارع واحد الصبح جه وانا راكب العربيه فقال لي يا عم عوض انا بحبك، وفتح لي يومي، ده الاستفتاح بتاعتي. فالنهارده لما اكتب ان انا براضي اخواتي زي ما هم مراضيني، فده كلام من قلبي. جات لك الفكره ازاي؟ هي جات لي في مره، فكنت بعمل الكوماند، فكنت منزل صوره كده في اليخت، فواحد كتب لي كومنت. الكومنت ده 24 نزلته يعني بالمناسبه، يعني ان هو يا عم انت قاعد في يخت واحنا بنتفرج على المسلسل، فما زي والمشاهدات انت بتاخد الفلوس. على فكره ظاهر الكلام غلط لكن بطن الكلام صح. بمعنى هو عنده حق. ليه؟ انا النهارده هو بيتفرج عليا وفعلا بيخلص الباقه على عواضي، اذا انا خدت منه انا اديته ايه؟ مشهد حلو؟ مش كفايه. انا جات لي من هنا. لما واحد يجي في الشارع فيقول لي يا عم انا بحبك انت زي اخويا، هنا نور لي حاجه. فانا قلت اراضي اخواتي، قلت اراضي اخواتي وما كنتش اراضي جمهوري، انا ماليش مصطلح ده. قلت اراضي اخواتي. انا النهارده وانا قاعد هنا او قاعد في اي شغلانه خدت فيها فلوس انا هعمل مسابقه. اللي عايز يقول ترند يقول. انا النهارده لو جالك بقميص فحلوقي طلعت ترند. بس هو يعني ايه اصل الترند ايه؟ هو انا صدرت لك فعل وحش ولا فعل حلو؟ لا انا كفايه نظره ال 11 واحد اللي فازوا ان انا ممكن اكون انا ساعدت بجزء بسيط في ان انا احل له مشكله ما عنده. انا مش عايز اكتر من كده، انا بعمل ربي ما بعملش بني ادمين. فانا دلوقتي بكلم اخواتي، هم اخواتي مصدقيني واثقين فيا وبتاع، انا مش مستفيد حاجه. انا النهارده وما كانوش يعرفوني فعرفوني بعد المسابقه. لا الناس دي بتراضيني فانا براضيهم وهفضل اعمل المسابقه دي كتير. عايز اقول ترند يقول
لا عايز يقول بتعالى على الناس. بتعالى على الناس في ايه؟ انت تعمل المسابقه دي بعد كل مسلسل ناجح، بعد كل شغلانه انا اخشها، بعد كل شغلانه انا اخشها، هو حقه ان انا اعمل له مسابقه او حقه ان انا اكسبه حتى لو اعلان، هو شريك في فلوسي. اقسم بالله حتى لو اعلان، اقسم بالله حتى لو اعلان، حتى لو برنامج، حتى لو اي حاجه، هو شريك في فلوسي بحبه ليا. دي وجهه نظري. قول زي ما حاجة. تقول قول. يمكن في بعض الناس بتفكر تعمل ترندات ازاي، بس انت عملت ده من قلبك، ولو طلع ترند هيطلع ترند بحب. ده الحمد لله. ترند سخيف. الحمد لله. انا ما صدرتش فعل شر، انا ما صدرتلكش فعل شر تقلدني فيه. انت لو قلدتني فيه يا عم انا راجل ترند، انا عايز ترند تمام، قلدني فيه طيب. فما تجيش تقول لي بس الصدقه بتتعمل في الخفة. هي كلها بتعمل صدقه في الخفة، هي كلها بتعمل صدقه في الخفة. هو دي مش صدقه يا صاحبي. انا مش عامل صدقه، انا بفرح جمهوري. انا ما بروحش اصدق عليك يا عم. الناس دي بتحبني، فاهم قصدي؟ وانا عاوز ابسطهم. انا مش عارف هم مين، بس هو انا عندي ملايين. فالناس دي بلغه ولاد البلد بنقط اخواتي يا باشا، براضيهم هم بيرضوني انا براضيهم. ايه انت مزعلان في ايه يا عم؟ قلتها في الفيديو. انا اخويا دلوقتي، وانا مع اخويا دلوقتي، فممكن اقول له بقول لك ايه النهارده، انا عازمك على كباب وكفته. هو انا بتصدق على اخويا؟ بتعالى عليه بفلوسي كده؟ صح. انا بتكلم من قلبي، فعشان كده خلي بالك، بيطلع من قلبي بيوصل من قلبي. محدش يعرف ينصب على الناس، محدش يعرف ينصب على الناس. فانا مهما يتقال عليا انا بعمل ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا المطلع. صح. فما دام انا بعمل حاجه كويسه محدش كان عندي حاجه. الجنب بقى اللي بيقول سواء كده ولا كده، انا مش هعمل لك المسابقه. ما تبقاش انت قاعد في التكييف وقاعد بتنظر وتقول لك اصل هو بيعمل وبتاع. يا سيدي اعمل انت. لا، ما انا اقول لك اصل انا ما بعملش في البتاع. طب يا عم خلاص يا عم، خليك في حالك بقى انت كده بقى. انسى ان انا اتعامل مع اخواتي، بره عنك بقى. حد كان اشتغل لك وانا خدت من جيبك وديت؟ وتعالى على الناس بفلوسي. انا عملت ايه؟ انا كنت بقى يعني بجيب حمام وطياره؟ لا، ده مسابقه واللي كسب انا 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 بسطتهم. كفايه بالنسبه لي نظره ال 11 واحد اللي كسبوا دي بالدنيا عندي. وهفضل انا بقول لك كل ما هخش شغلانه، كل ما اخش فيلم، كل ما اخش اطلع في برنامج، كل ما اطلع في بتاع، هم شركاء معايا في ده، فده حقهم علي. انا اللي بدعت القصه دي وانا مقتنع بيها. وقول زي ما تقول، انا هفضل مكمل فيها من غير كسوف. المخرج خالد يوسف رشحك لمسلسل سر الباتع قبل احمد فهمي، ليه اعتذرت؟ هو الموضوع مش كده. هو موضوع ان سر الباتع الدورين كانوا دور واحد، يعني كان حامد القديم وحامد الجديد كانوا دور واحد، يعني احمد السعداني واحمد فهمي كانوا دور واحد الاول. ده كان دور واحد. فحصل الترشيح من استاذ خالد يوسف لاستاذ تامر مرسي على ان انا اعمل المسلسل. كنت انا مرتبط بكلمه مع ياسمين ان انا هعمل معاها مسلسل في السنه دي. ما كانش لسه كنا قررنا هنعمل ضرب نار او هنعمل ايا كان ايه يعني. فانا احتراما للكلمه اللي انا مديها لياسمين، فاعتذرت عن ما ينفعش يعني. يعني حتى تامر مرسي قال خالد يوسف هو عنده مسلسل مع ياسمين، لكن انا ما رفضتش المسلسل كمسلسل. انا احترمت بس كلمتي اللي انا مديها لياسمين ان احنا متفقين مع بعض، فخلاص احنا هيقنا دماغنا احنا اشتغلنا مع بعض السنه دي. عشان اقول لها بقى السلام عليكم، انا صراحه هعمل مسلسل تاني. مش صح يعني، مش حلو بالظبط. لكن لما جت الفرصه ان انا اتعاون مع استاذ خالد يوسف في الفيلم، في ثانيه ورحت عملته. ايه فكرته جت ازاي المسلسل ده؟ ضرب نار. ان احنا كنا مخلصين اللي ملوش كبير وعايزين نعمل حاجه الناس تحبنا فيها ونكمل النجاح، والحمد لله ربنا كرمنا. لا يعني فكرته وهو بيتكتب صعيدي. محمد صعيدي يعني. هي الفكره جت ان احنا ان انا اعمل صعيدي وياسمين تعمل شعبي. ان انا كنت طالع من الخديوي كان شعبي، فعايز اغير، فقلت اعمل الكوماندا صعيدي يعني، وياسمين تعمل التيمة الشعبي بتاعتها اللي هي مورا والكوماندا يعني. فجي استاذ نصر عبد الرحمن وتعاوننا وعملنا المسلسل من غير كسوف. العوضي بيقبل النقد الفني، وان حد ممكن يعني ناقد من النقاد يطلع يقول لك راي سلبي في اعمالك او في ادائك في مشهد معين؟ طبعا. تقبل ده؟ طبعا. ممكن ترد عليه باهانه؟ لا، حتى لو هو اهانه؟ لا اصل هو بيهين. انا قلت لك واحنا في الفقره ان هو بيهين مين بقى؟ بيهين احمد العوضي كراجل كشخص، ولا بيهينه كممثل؟ هو شايف ان انا ممثل وحش، او شايف ان انا على قدي، شايف ان انا مش ممثل اصلا؟ حقه. ده انا اقول له ايه؟ طب ما هو حقه، مش هخش جوه النوايا، مش هخش جوه النوايا. هو ناقد شايف ان هو ده خلاص، هقول مش لا عمره ما ارد عليه. ارد عليه اقول له ايه؟ حتى لو اهانك؟ ما هو اهان ده يعني شتمني. ايه هيشتمني ازاي؟ يعني مش شتيمه، بس مجرد
نقد جارح او قلل منك. طبعا كلنا عارفين وشفنا الخناقه اللي كانت دايره بين الناقد طارق الشناوي ومصطفى قمر. شفتها ازاي انت؟ انا مش مين غلطان، انا مش في موضوع ان انا احكم على يعني انت لو مكان مصطفى قمر كنت هترد على الاستاذ طارق الشناوي؟ استاذ طارق الشناوي ناقد كبير، مفيش حد يختلف ان هو ناقد كبير. انا بحترم من عام النقاد اصلا، انا بحترم استاذ طارق الشناوي. ومصطفى قمر مطرب كبير، محدش ينكر ان هو مطرب كبير، كلنا عارفين اغانيه وكلنا كبرنا على اغانيه وحافظين اغانيه وبتاع. التراشق هو ما اتكلمش عليك كمطرب، اتكلم عليك كممثل. انا بقول لك بالنسبه لي انا بشوفهم ازاي. استاذ طارق الشناوي قال رايه بمفرداته الخاصه بيه، حقه من وجهه نظر الناقد، من وجهه نظر الناقد حقه، ما هو انا ما اقدرش احجر عليه. هو انا عملت شغلانه فقال لك ده عوضي ده فاشل، ماشي هقول له ايه؟ ما هو اصل وكلام الناقد لا مش هيقلل من نجاح وهيعلي نجاح، خلي بالك. هو رايه، هو يا جماعه رايه، حقه يقول اللي هو عايزه، حقه يقول اللي هو عايزه، لكن ده لا يمنع ان مصطفى قمر مطرب كبير. فهو قال رايه في الفيلم، انا مش بدافع عن حد، انا بقول لك انا شايف الاثنين بالنسبه لي يعني ناس انا بحترمها وناس انا بحبها وناس كبيره، لكن هو شايف ان استاذ طارق الشناوي عبر عن رايه في الفيلم بمفرداته الخاصه بيه اللي هو ادرى بيها. ما استاذ طارق الشناوي يعني ما استاذ طارق الشناوي مش ما طلعش امبارح، لا من كبار النقاد عندنا، وانا بشوف 40 سنه نقد فني. طارق الشناوي طول عمره من واحنا لسه ما دخلناش الشغلانه نعرف ان هو نقده قاسي لازع شويه، صح؟ قلم وحامي حبتين، قلم وحامي حبتين، بس رغم ذلك الناس بتحبه، ليه اسم، الناس كلها بتحبه. دي انا بحب طارق الشناوي، لو طلع شتم فيا النهارده انا بحب طارق الشناوي. صحاب ليكوا علاقه ببعض؟ لا خالص والله، والله العظيم انا ما اعرف طارق الشناوي شخصيا، بس انا فعلا بحترمه وبحبه وبقدره. ومصطفى قمر بحب اغانيه كلها وبحب افلامه وبحب، لا انا بحب مصطفى قمر، بس انا شايف ان التراشق ده حصل ممكن يبقى فيه سوء تفاهم، ناس سخنت، هنا الكلام كان قاسي شويه، هنا الرد كان لا يجوز. دي وجهه نظري في الموضوع. يعني افتكر راي اي حد من النقاد ممكن ياثر على شباك التذاكر؟ لا ما فيش، اللي بيحب حد بيروح له ايا كان، ايا كان اللي بيحب حد بيروح له. هو رايه منفصل، هو رايه مش موجه. هو على فكره هو الناقد لما بيقول رايه هو ما بيبقاش قاصد يوجه الناس في حته معينه، هو الراجل شغلته بيتكلم في نقد فني بالظبط. انا شايف ان المسلسل ده وحش، شايف ان المسلسل ده حلو، هو مش بيبقاش هو بيقول كده، عايز الناس تنفر من المسلسل او تقرب للمسلسل. انا بشوف ان استاذ طارق الشناوي واستاذ ماجد خير الله الاهواء الشخصيه ما بتحركهمش، والا ما كانوش عملوا الاسمين دول. لكن في ناس بقى بتنتقد بتجريح وأهانة، وده اللي انا ضده يعني. بس اخر سؤال في من غير كسوف، جوازات كتير في الوسط الفني لما بتنتهي بنشوف فضايح وكلام وتراشق على السوشيال ميديا واسرار بيوت بتطلع، انت رايك ايه في اللي احنا بنشوفه اللي بيحصل ده؟ مش اصول، ده مش اصول، ده لا لا مش اصول. هو يقول لك البيوت اسرار قبور، لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، فاهم قصدي؟ فهو هي دي الاصول. انا النهارده بابي اتقفل عليا، طلعت بره محدش يعرف ايه اللي بيحصل جوه. يا باشا انت طلقت، انا مش عايز، انا عوضي مش عايز اعرف انت طلقت ليه، ما عنديش. لكن انت النهارده بتطلع فتشتم، ده مش اصول يعني بصراحه، مش صح. لا دي مش اصول، لا مش اصول. تفتكر الاصول المفروض تحركنا سعي ورا الترند؟ ترند ايه في ان انا افضح؟ في ناس بتعمل كده. طب ما ده موضوع، الترند افضح بيتي؟ والله العظيم في ناس بتعمل ترند افضح بيتي؟ اه ده ترند، ده الترند. وتقولي لي مسابقه في الله العظيم. لا ترند، لا ما فيش يا جماعه، ده دي اصول خطوط حمراء كده ما نعرفش بقى. انا بقول لك اكبر دليل انك بتلاقي الاثنين مقطعين بعض بعد ثلاث ايام لما الترند يهدى يتصالحوا عشان يشعل له ترند تاني. طب انا هلعب ببيتي البخت يعني تخيل هلعب بسمعه ناس وسمعتي وسمعه مراتي في ده كلام؟ ما هو انا بقول لك الراجل هيبه والست احترام، قسما بالله لو ده راح من هنا وده راح من هنا انت مفيش بني ادم، تخيل ماتة. الراجل هيبه والست احترام، والست احترام طبعا. هو الست انا بقيمها من احترامها لنفسها، والراجل بهيبته صح لو شلت ده وشلت ده خلاص بقى خلاص. شكرا. فاللي انت بتقوليه ده بره اصول وبره. انا زمان يعني ابويا كان متخانق مع امي، ما اعرفش هم بيتخانقوا ليه، بس انا عارف هم متخانقين.
انا نفسي في البيت مش عارف هم متخانقين ليه. ده انا اتربيت عليه، ممكن يكون دلوقتي ما اعرفش بس انا بقول لك في حاجات انا متربى عليها وانا صغير كبرت عليها، فدي الاصول والاصول ما بتقدمش. عمرك حصل معاك ان انت كنت انت وياسمين مثلا لا قدر الله في اي مشكله، بس في حد بقى حاول ان هو مثلا يعني يقتحم حياتك وياخد المشكله دي يصدرها للاعلام او يعمله كانفراد زي ما بقوله او كده؟ لا، هو ما بيطلعش بره البيت عشان حد ياخده، يعني اي حاجه تطلع حد قريب منكم مثلا. لا لا لا، حاجه اي حاجه تطلع، ما فيش حاجه ما بتطلعش بره. انا وهي ما بتطلعش برانا. انا قلت الكلام ده قبل كده، ما هو المشكله بتبتدي بينك وبينها تخلص بينك وبينها. لو دخل واحد بس او اي حد خلص الموضوع، مفيش خلاص بقى. انت بقى ما تزعلش ولا مصر كلها تعرف، تمام؟ لكن انا مشكله تبتدي منها ومني ومنها وتخلص مني وبيني وبينها. لكن انت بتقولي لا بسمعه ولا بشوفه، لا يا جماعه، ده مش تربيه، مش اخلاق. ده مش اخلاق. انا ربي بنتي ولا ربي ابني لما اطلق افضح، ولا لما اطلقي افضحي؟ ايه ده يا عم، في حد بيعمل كده اصلا؟ لا خلاص، انا فقرتي خلصت وهدى كده، ماشي. وبعد الفاصل نكمل حلقات. الدور ده تقريبا انت ما قلتش فيه ولا كلمه، كانت مساحتك فيه صغيره قوي. ليه وفاء؟ يعني لو جالك مثلا عمل كبير جدا بس بطوله جمعيه، انت مش هتكون رقم واحد فيها، رقم اتنين او رقم تلاته، هتوافق؟ لا. مين في دول لو عملت معهم ثنائيه دراميه تكسر الدنيا؟ دايما بيقولوا ان اللي شايف غير اللي سمع، وفي الفقره دي الكلام عليك. الكلام عليك. أول صورة معانا. الله، صورة غالية عليك قوي أكيد. طبعا. مع الأستاذ الكبير الراحل نور الشريف. دي كانت في الكوريدور بتاع استوديو كينج توت في ما تخافوش. فاكر الصورة دي طبعا. لو كان عايش دلوقتي كان هيكون راضي على أدائك؟ كنت يعني أعتقد. تتمنى؟ أتمنى طبعا. يعني أستاذ نور الشريف هو اللي اكتشفني، فهو اللي شاف فيا اللي ممكن الناس شافها النهارده هو شافه من زمان. يعني شايف نصايحه كل حاجه قالها لي انا ماشي بيها لحد النهارده. استاذ نور الشريف خدني انا في الشغلانه ما فيش حاجه، هو اللي حط اول افكار في دماغي ان انا الالتزام، وان اللي بيجتهد بيلاقي، واللي بيشتغل على نفسه لازم يلاقي، والاحترام ده هو عنوان الممثل، وان الانسان لازم يبقى مثقف ولازم يكون بيقرا. كل ده اتعلمته من نور الشريف. اكتر نصيحه فكرها له ايه؟ اول ما تتغر، اول ما تقع على وشك. وماشي بيها لحد دلوقتي؟ الحمد لله، احنا شايفين كده بصراحه. الحمد لله. ايه اللي بعد؟ فيلم لص بغداد. الدور ده تقريبا انت ما قلتش فيه ولا كلمه، كانت مساحتك فيه صغيره قوي. ليه وافقت؟ وافقت علشان هو لما جه احمد خالد موسى، جه احمد صديقي وانا بحترمه جدا يعني، واشتغلت مع الميزان وعملت مع الحصان الاسود وهروب اضطراري. لما جينا عملنا عيسى، كانوا هم عايزين يعملوه بستايل الخواجه، اللي هو اللي ما بيتكلمش بس على طول بيعمل ميشنز، بس هي جت معاهم كده بلدي يعني. فبس هو ده الموضوع يعني. لكن دول مش فكره صغيره. وبعدين خلي بالك، انا الدور اتقص منه بصراحه. لا، انتاك سينرجي اللي هي الشركه اللي انا طول الوقت بشتغل فيها، فاكيد انا مش هيتعمل فيها كده في شركتي أو الشركة اللي أنا بتعاون معاها. مش بيهمك مساحة الدور، بيهمك يكون مؤثر ولا لأ؟ ده الكلام ده 2018. ما أنا عارفة، حتى دلوقتي؟ لا دلوقتي ما فيش حاجة اسمها مش عارف يعني كده. لو جالك مثلا عمل كبير جدا، مسلسل كبير جدا بس بطولة جمعية، أنت مش هتكون رقم واحد فيها، رقم اتنين أو رقم تلاتة، هتوافق؟ لأ ليه؟ مش طموحي دلوقتي يعني. مش عشان حاجه، مش عشان هي تقلل مني او تقلل من اللي بيعمل كده، بالعكس. بس انا عندي طموح دلوقتي في حاجه معينه، ممكن بعد كده ابقى اعمل كده عادي. مش رفض للفكره ان هو تناكه يعني، بس انا عندي طموح دلوقتي معين فبعمله. بس حتى لو تعرض عليك مثلا حاجه زي حكايات بنات، ما انا عملت حكايات بنات. ما انا عارفه،
ده خلاص بقى مرحله بطوله جماعيه ماشي، ما هي مرحله وانت بتعديها، مرحله وخلصت، مرحله وخلصت. انت بتعديها، عملت حكايه بنات والحمد لله ربنا كرمني فيها، عملت نصيبي واسمتك من انجح الحاجات اللي عملتها. في ناس بتقول لك لا انا بمثل الدور مش مهم معايا خالص مساحته، المهم يكون دور مؤثر وكويس وانا هعمله. الكلام ده كنت بقوله زمان. دلوقتي خلاص بقى. لا خلاص. عجبتني الحته دي. ايوه انا صريح معاك، خلي بالك. جدا. يعني ممكن اقعد اقول لك طب حاضر ومش حاضر لما يجي دور حوافق. بس انا بقول لك الصراحه، يعني بتكلم من قلبي. يعني اللي بعد شماش بقول لك ايه، الصوره دي كانت طبعا بتتبعت لكل الناس ومنتشره انتشار رهيب. طبعا انت عملت كده ازاي؟ انت اصلا متبرع شماش مولا، قعدت مع الناس اللي اشرته يعني ان هو طول الوقت ما بيضحكش، عمره ما شفت له ضحكه يعني. حتى صوره ما فيش ولا صوره بيضحك فيها. فمن هنا انا اخذت الشخصيه، وهو شخص بيفكر طول الوقت في القتل. ف يعني مجرم. ما خفتش من الدور ده؟ مش ما يكره الناس فيك او يخافوا منك؟ لا لا، او يحطوك في حته معينه؟ ما ده كرم من ربنا. يعني انا عملته، الناس حابه تعوض بس كده عشماوي. انا وريتهم ان قد ايه الراجل ده مؤذي، مؤذي قد ايه الناس دي بتفكر في الشر دايما، حتى لو بيدعوا او بياخدوا كلام بيغطوا بيه على نواياهم. فانا وريت لهم ده، يعني مفيش مبرر في الدنيا يخليني اروح اقتل ناس ابرياء. مفيش حاجه اسمها كده. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اشاد بدورك في الاختيار. الحمد لله رب العالمين. كنت حاسس بايه ساعتها؟ طبعا مبسوط وفخر، وان رئيس الدوله السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بيكرمني ويشيد بادائي، دي حاجات بسطني يعني. فالحمد لله، وده برضو كرم من ربنا سبحانه وتعالى. عوضي، اصعب موقف في الدنيا لما يكون مطلوب منك انك تختار ويبقى الاختيار ما بين اتنين. اتنين؟ ما بين اتنين. هعرض لك صورتين، هتختار صوره والصوره دي هتكمل معانا للي بعديها. ماشي، يلا بينا. اول ماشي. مجموعه معانا ماشي. مين في دول لو عملت معاهم ثنائيه دراميه تكسر الدنيا؟ انا بحب الاثنين جدا. لا اختار واحد، لازم انا اختار واحد عشان ايه؟ سقى حبيبي وعزه بحبه جدا. لا ايه منهزر ولا اعمل معاه عز ولا سقى؟ يلا لا الاثنين، لازم تختار واحد. ما هو انا بحب الاثنين فعلا حقيقي. ماشي. انا مثلت مع السقا روبوت تراري، وعملت مع حصان الاسود، مثل مع عز. يبقى احمد عز. احمد عز مكمل معانا. اللي بعد هلا بتصعب، عز ولا كراره؟ كراره اخويا برضه يعني. كراره عملت معاه كلبش، وعملت معاه الاختيار، وعملت معاه روبوت تراري، فاختار عز بقى. عز بقى يعني قرار اخويا، بس احنا مثلنا مع بعض، اختار عز. عز تاني مكمل معانا. اللي بعد عز ولا محمد رجب؟ محمد رجب انا بحبه برضه. عز. عز مكمل معانا. اللي بعده عز ولا طارق لطفي؟ عز. اللي بعده عز ولا كريم فهمي؟ انا بحب كريم برضه بس عز. اللي بعده عز ولا عمرو يوسف؟ عز. عز كده، عز اخد الرهان. عز فكره، بحترم احمد عز جدا. لا جبار يعني. اكتر حاجه بتحبها له ايه؟ كل افلامه بحبها. بحب ولاد رزق، وبحب الخليه، وبحب 365 يوم. بحب ايه تعاون بين كوره؟ لا والله خالص، بس انا بحبه، بحب عز يعني. بحترم مجهوده، في دقوق في الشغل ومركز في شغله بس، وملوش في مواطرات. عمري ما سمعت يعني عمري ما سمعت ان هو ليه تصريح بيجرح في حد. قافل على نفسه بالظبط. راجل ورياضي نجم يعني. فكرتنا خلصت، وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. ماشي. أحمد العوضي، رفضت نصيبي واسمتك لأنني لم أقتنع أن تخونني أي فتاة. حصل. دلوقتي لو اتعرض عليك مثلا دور هتتضرب فيه، هتوافق؟ لا. تقر وتعترف إن بسبب أدوارك بقى يتقال دلوقتي مثلا إن جمهور عوضي أغلبه طبقة شعبية أو كده؟
الناس في الحياة نوعين، نوع يغلط ويعترف ونوع يكابر ويختلف، وعلى كرسي الاعتراف هتقرر وتعترف. كرسي الاعتراف. يا عوضي. ايوه اسمع. جاهز؟ جاهز. اول حاجة معايا هعرض لك خبر وبعد كده هاخد منك الاعتراف. اوكي. احمد العوضي رفضت نصيبي واسمتك لانني لم اقتنع ان تخونني اي فتاة. تقر وتعترف ان الخلط بين الحقيقة والتمثيل كان قلة خبرة منك؟ حصل. حصل. خصوصا ان انا المسلسل ده كان فتحة الخير عليا وربنا يعني كان حليف النجاح فيه. فده كان غلط مني ان انا خلطت ما بين الشخصية الحقيقية والتمثيل يعني. كنت خايف يتاخد عنك الفكرة دي كراجل؟ لا ما اتاخدش عني فكرة، هو ضد يعني حاجة ما كنتش حابب اقدمها ان انا اطلع اتخان والكلام ده، لكن لما عمرو ياسين كلمني في التليفون واقنعني والحاجات دي فاقتنعت والحمد لله يعني ربنا كرمني. انا عشان كده بقول لك هو ربنا بيأثر البني ادم لتنفيذ ارادته، ربنا كان رايد ان انا انجح في الدور ده يبقى فاتحه خير عليا فحصل اللي حصل يعني. لكن طبعا كان في خلط كبير، ده قله خبره مني يعني. دلوقتي لو اتعرض عليك مثلا دور هتتضرب فيه هتوافق؟ لا. ما هي نفس الكونسبت اهو. لا لا معلش دي بقى يعني ده موضوع بس ما تضربش يعني. لا ده موضوع وده موضوع. اضرب في من مين؟ ما ممكن ممكن دراميا اضرب من ابويا، اضرب من كده، لكن اضرب في خناقه من البطل مثلا اللي معاك؟ ماشي ما هتبقى ضارب ومضروب يعني، فتمام خلاص اضرب واضرب، ايه المشكله؟ لكن مثلا ما ينفعش تعمل شخصيه حد غلبان قوي الدنيا جايه عليه، في حد بيضربه مش شجاع مش قادر ياخد حقه؟ ده اعملها عادي. تعملها عادي؟ عادي. ما هو مش لازم يبقى غلبان وممكن اعمل غلبان والدنيا جايه عليه يعني وتظلم. مكسور الجناح. بس مش هيتضرب، مش هيخليه يعني، فاهم قصدي؟ بس والله عادي ممكن اعملها برضو يعني برضو خلي بالك انا قلت لك الاول كان عندي خلط من الاشياء يعني عشان قله الخبره، لكن النهارده ممكن اعملها لو انا هطلع بالكاركتر ده اللي هو مكسور الجناح والدنيا جايه عليه، لو دراميا لازم اتضرب اخليه يتضرب عادي. تقر وتعترف ان بسبب ادوارك بقى يتقال دلوقتي مثلا ان جمهور عوضي اغلبه طبقه شعبيه او كده؟ تقر وتعترف انك اتخدعت في ترند عامل النظافه او هو استغل الترند غلط؟ اشاعه انفصالك انت وياسمين المتكرره، مين مش عايزكم تكونوا مع بعض؟ مين اللي كاره نجاح العوضي؟ عندك الشجاعه تقول لي مين؟ اكتر ممثل كوميدي بيضحكك؟ اخر فيلم سينما اتعرض لياسمين عبد العزيز كان اسمه ايه وسنه كام؟